في جولة الطائرة التي استمرت من مارس العام الماضي وهي المحطة رقم 15 وتصل مطار القاهرة ثم المحطة الأخيرة ستكون في الإمارات في الإمارات تحديدا في أبو ظبي نعم أبو ظبي فعلا وتم وصول فريق عمل خاص بالطائرة مكون من 18 فني وأيضا بعض الأجهزة الخاصة بالطائرة تم وصولها أمس. ما هي الدلالة الأعمق التي ينبغي التوقف عندها بالنظر إلى مثل هذا الحدث خاصة مع يعني كثير من الرؤى من قبل المتخصصين والمتابعين لهذا الحدث بأنه أهم ما ينطوي عليه هو الامتزاج بين الابتكار التكنولوجي والإرادة البشرية؟ أولا هذا الحدث حدث تاريخي بمجرد وصول هذه الطائرة إلى مطار القاهرة يعتبر حدث تاريخي هذه من الناحية الأولى والناحية الأخرى أن هذا الحدث حدث علمي ووجود مصر هذا الحدث لا يمثل شيء كبير بالنسبة لتاريخ مصر الحديث. إمكانات الطائرة أستاذ صلاح من متابعتك يعني سواء فيما يتعلق بأبعادها أو بالقدرات يعني وما تؤهلها له؟ هذه الطائرة بداية لنشر الطاقات البيئية وعدم وجود أي نوع من التلوث البيئي على مستوى العالم وهذه التجربة تتم المحاولات فيها منذ حوالي 10 سنوات حتى يتم التخلص من أي تلوث بيئي على مستوى العالم. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ صلاح البجرمي المتخصص في شؤون الطيران وتجدر الإشارة إلى أن الطيران السويسريان برتراند بيكرت وأندري بورشبرغ يتبادلان قيادة الطائرة في رحلتها حول العالم التي بدأت من أبوظبي وأيضا تنتهي من الإمارات العربية المتحدة من أبوظبي أيضا ويتولى بورشبرغ قيادة الطائرة إلى القاهرة وهي المرحلة 16 من هذه الرحلة المرحلة قبل الأخيرة قبل أن تحط في أبوظبي والمقرر أن تعبر فيها الطائرة البحر المتوسط فوق المجال الجوي لكل من تونس والجزائر ومالطا وإيطاليا واليونان قبل أن تصل بالفعل إلى مصر. تعد هذه الجولة هي الجولة قبل الأخيرة في إطار رحلات الطائرة التجريبية حول العالم لنشر الوعي الترشيدي وتبني قضية التكنولوجيا النظيفة. الطائرة سولار إمبلس 2 قامت بالفعل بالتقاط صور عبر القمر الصناعي إلى منطقة الأهرامات كما تابعنا منذ قليل وتجدر الإشارة بأنه من المتوقع أن تقيم وزارة الطيران المدني اليوم احتفالية بهذه المناسبة استقبال مطار القاهرة الدولي الطائرة سولار إمبلس 2 تحليقها فوق الأجواء المصرية لتصبح بذلك أول طائرة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية. وهذه الطائرة كانت قد أقلعت من جنوب إسبانيا في وقت مبكر يوم الاثنين الماضي وغادرت الطائرة سولار إمبلس 2 ذات المقعد الواحد أشبيلية في الرابعة والثلث بتوقيت جرينتش في طريقها إلى القاهرة في رحلة استغرقت 50 ساعة و30 دقيقة تقريبا. تدار محركات الطائرة الأربعة بطاقة مستمدة من أكثر من 17,000 خلية شمسية مثبتة على الجناحين. يزيد طول جناحي الطائرة عن طائرات بوينغ 747 وهي مصنوعة من ألياف الكربون الخفيف للغاية ويعادل وزنها الإجمالي وزن سيارة وبمقدور تلك الطائرة أن تحلق على ارتفاع 28,000 قدم 8,500 متر وبسرعة تصل إلى نحو 70 كيلومترا في الساعة. وما نشاهده هو صور حية لما تلتقطه طائرة سولار إمبلس 2 من مشاهد مميزة لأهرامات الجيزة.
تجدر الإشارة إلى أنه سيكون في استقبال الطائرة وزير الطيران المدني المصري وسفير سويسرا لدى مصر وقيادات وزارة الطيران المدني والأفيف من الشخصيات الهامة وعدد من الخبراء الإقليميين والدوليين في مجال الطيران المدني. وهي تحلق بالفعل ومنذ قليل أعلى منطقة الأهرامات وتقوم بتصوير فيلمي بواسطة طائرة هليكوبتر، وذلك لما يمثل هذا الحدث من أهمية كبيرة تسجل في الوثائق التاريخية لمصر. مشاهدينا الكرام، ما نشاهده الآن منطقة أهرامات الجيزة، وبالفعل تقوم الطائرة بتصوير تحلق أعلى منطقة أهرامات الجيزة لعمل تصوير فيلمي بواسطة طائرة هليكوبتر. وزير الطيران المدني أعرب من قبل عن فخر جميع العاملين في قطاع الطيران برعاية هذا الحدث واستقبال هذه الطائرة سولر إمبولس 2 بمطار القاهرة، حيث أن اختيار مصر كمحطة لهبوط مثل تلك الطائرة يعبر عن المكانة التاريخية والحضارية التي تحظى بها مصر في عيون العالم بأكمله، وأيضا يعكس اهتمام قطاع الطيران المدني المصري بتشجيع استخدام الطاقة الشمسية والتكنولوجيا النظيفة. هذا وستقيم وزارة الطيران خيمة خاصة بالاحتفالية التي ستقيمها لاستقبال الطائرة سولر إمبولس 2 بالصالة رقم 4، وقامت وزارة الطيران بتوفير كافة وسائل الراحة لقائدها وكل فريق العمل المصاحب طوال فترة وجودهم في القاهرة، وأيضا ستقوم بمساعدة الطائرة في مواصلة رحلتها بعد توقفها في مصر. مشاهدينا، سيعقب وصول الطائرة مؤتمر صحفي عالمي يضم أكثر من 200 صحفي وأيضا العديد من المحطات التلفزيونية والفضائيات المصرية والأجنبية أيضا. قدمت مصر ممثلة في وزارة الطيران المدني وجميع الجهات المعنية سواء من وزارة الدفاع، الخارجية، الداخلية والسياحة أيضا، قدمت التسهيلات والدعم اللوجستي من استصدار تصاريح لفريق عمل طائرة سولر إمبولس 2 الذي يضم 65 فرد، كذلك توفير الخدمة الفنية والأرضية والكوادر الفنية من المهندسين والفنيين والمرشدين وفرق من العلاقات العامة، هذا بالإضافة إلى استقبال طائرتي شحن جوي تحمل المعدات المصاحبة لهذه الطائرة. نذكركم مشاهدينا أن طائرة سولر إمبولس 2 أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية بدون وقود أو تلوث في رحلتها حول العالم. قامت هذه الطائرة سولر إمبولس 2 في مرحلتها الأخيرة بعبور أمريكا ثم المحيط الأطلسي دون قطرة واحدة من الوقود، وأقلعت الطائرة يوم 11 من يوليو الجاري من مدينة إشبيلية في إسبانيا لتبدأ رحلتها في عبور البحر الأبيض المتوسط، والتي يتوقع أن تستمر اليومين وليلتين اعتمادا على الظروف المناخية، والتي وصلت القاهرة منذ قليل وقامت منذ قليل بتصوير منطقة أهرامات الجيزة، ونحن الآن في انتظار وصولها إلى مطار القاهرة. مشاهدينا من مطار القاهرة الدولي والاستعدادات الخاصة لاستقبال الطائرة سولر إمبولس 2 والتي من المتوقع أن تصل بعد دقائق معدودة. We'll be right back.
سولار إمبلس 2 تكرس لمفهوم الطاقة النظيفة وتوفير الموارد الرئيسية، وهي طائرة خفيفة الوزن يبلغ وزنها 2300 كيلوغرام وعرضها حوالي 72.5 متر، وذلك من أجل تهيئة الأسطح للخلايا الشمسية، ويغطي الجناحين 17,248 خلية شمسية تغذي بطاريات الطائرة من نوع ليثيوم بوليمر، وتساعد البطاريات في توليد وتخزين ما يكفي من الطاقة لتشغيل محركات الطائرة للتحليق في فترات أطول، كما يمكن للطائرة التحليق في الظلام بفضل هذه البطاريات. ونذكر بأن هذه الطائرة هي أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية بدون قطرة وقود واحدة أو إثارة لأي تلوث في أي رحلة حول العالم. يهدف هذا المشروع إلى إيصال رسالة بأن الابتكار التكنولوجي المترافق مع الإرادة والطموح البشري يبرهنان على فعالية التقنيات النظيفة وقدرتها. وتعد شركتا مصدر وسولار إمبلس شريكين متوافقين يملكان رؤية مشتركة للابتكار وهدفا واحدا لتطوير قطاع الطاقة المتجددة. كانت الطائرة سولار إمبلس 2 قد حطمت عدة أرقام قياسية في تحليقها لمسافة 7212 كيلومترا عبر المحيط الهادي من اليابان إلى هاواي، وتبلغ المسافة الإجمالية للرحلة حول العالم 35,000 كيلومتر، وتقدر مدة الطيران الفعلي ب 500 ساعة طيران تقريبا. تقدر الإشارة إلى أن في انتظار وصول الطائرة إمبلس 2 إلى مطار القاهرة الدولي. وكما نرى على الشاشة الآن هذه الاستعدادات لوصول الطائرة والتي من المتوقع أن تصل بعد دقائق. كانت الطائرة سولار إمبلس 2 قد بدأت رحلتها في مارس 2015 من أبو ظبي، وقامت بالتحليق فوق بحر العرب والهند وميانمار والصين والمحيط الهادئ والولايات المتحدة الأمريكية والمحيط الأطلسي وجنوب أوروبا. الآن اتجهت إلى شمال إفريقيا ووصلت بالفعل إلى جمهورية مصر العربية قبل عودتها لنهاية رحلتها من المكان التي بدأت فيه وهو دولة الإمارات العربية وتحديدا في أبو ظبي. نعيد ونذكر معلومات عن هذه الطائرة والتي يبلغ طول أجنحتها 72 مترا، وهي بذلك أكبر من أجنحة طائرة بوينغ 747. يقود الطائرة بالتناوب كل من بيرتراند بيكارد المتخصص في الطب النفسي والملاح الذي قام بأول رحلة بالمنطاد حول العالم بدون توقف، وهو الذي أسس مشروع سولار إمبلس ويتولى رئاسته. أما الطيار الثاني فهو أندري بورشبرغ مهندس وخريج علوم الإدارة، وهو أيضا طيار محترف والرئيس التنفيذي للمشروع. مشاهدينا الكرام، للمزيد من المتابعة نعود مرة أخرى إلى الأستاذ صلاح البجرمي الصحفي المتخصص في شؤون الطيران. أستاذ صلاح.